أهلا ونرجع لكم في الجزء الرابع. الحين وقت الجزء الرابع، الحين وقت المدينة الجديدة. أنا الحين ما عندي عمال، طبعا ناقصني عمال، ما أعرف متى بيستوي عندي عمال كفاية. بنسوي مدينة جديدة. طبعا أول شيء صرت وصلت أنا في الهاي واي. الصراحة عقب الهاي واي جيت قلت ببدأ أخطط للمدينة الجديدة. إن شاء الله إن شاء الله تتم على نجاح، يعني يكون نجاح ممتاز، لأنه بيكون شوية المدينة ضخمة. طبعا انت تحسون اني اضيع مساحة، بس ما بضيع اي مساحة. هني ابا اوفر كل المساحة اللي ممكن توفيرها. اذا اي زاوية ينبني فيها بيت، بحاول اني ابني فيها بيت ونسوي لحظة واحد في الوسط. مو مشكلة، خلي كل المخارج أكثر هالمرة. شوارع ضخمة، هني بيكون صعب تغطية المدينة. يعني أنا اللي قاعد أسويه أصلا تعتبر محاولة خطرة شوي، أصلا إن احتمال فشلها كبير. بس إذا ما جربنا ما بنعرف، إذا ما جربنا ما بنعرف. بعدين أبى أسوي مدينة وبشبك المدن كلها مترو، أساس المواصلات تكون أسهل. ما أظن الباصات راح تكفي، خلاص الباصات ما راح تكفي أبدا. أهني نبقى كهربا في نص النهر. نبني كثافة سكانية عالية شوي، بعدين بنبني دكاكين، بنبني شركات وايد تحسونه، بنبني الباقي كله. شو طبعا قبل لا ينبنون الحين بنحط اساسات وايد شغلات، اساسات وايد شغلات بحطيها. مثلا هذه الكهرباء بشبكها في منو؟ الكهرباء الثانية اللي عندنا هاي بتشبكها في النتورك، الشبكة عندنا كامل، بيمد لنا كهرباء في نفس الوقت. هذا يعزز الكهرباء اللي عندنا. ثاني شيء ما عندي فلوس، هذا ثاني شيء. حطي مركز شرطة مطافي، هذا مش مركز شرطة، مركز شرطة، عيادة، مقبرة جماعية. خلصت فلوسي، مش مقبرة جماعية، اللي هي سيستم الطوابق بدل الدفن او غيره، ما اعرف. عندهم هم شيء يحلك، يقللك شوي مشكلة المقبرة. المقابر تنترس، يعتمد على نسبة الامراض والمستشفيات الموجودة، لكن بعد تنترس. فهم محصلين حل للموضوع هذا، اللي هو مباني. اظنهم يسوون قرصص للجثث اللي تموت او شيء من هالقبيل، شيء من هالقبيل كالعادة. طبعا انا اخر شيء امد الماي، ما اعرف سالفتي مع الماي، كأن عندي عداوة من الماء. يبون مقبرة؟ لا هاي مغطيت انهم. اوكي، الحلو فيها تاخذ مساحة اقل وعملية اكثر. هذا deceased stored. هير هير هيرسس شو، ما اعرف شو المشكلة هاي بالضبط، لكن اتمنى انها تنحل. يعني لهم اللي سير البلدان وغيرها، بمدها ما بوقف عند هالحل. مدها المدينة، نشوف من تحت، احاول استغل المساحة البناية. أنا بستغل كل المساحات لأن يبون عمال وايد. ما في عمال عندي، أنا يجيب لهم. هذا كوربريت، خلينا نكمل الأماكن بأشكالها أساس ما خرب البنيان. أما الباقي خلاص كله سكني، كله سكني.
السكن الحين تحت. زين جراند سيتي شكرا. الحين فتح لي القرض الثالث، ممتاز. ما يروح ذاك الصوب. انا موسخ ال... لا مو موسخ البحر، انا هذا خلاص. اوكي نضخ ماي، وحده تنظف ان عندنا نقص شوي في الماي يمد المدينه. كهرباء عندنا نقص كالعاده، كهرباء لازم نقص. واللي بيحل لنا شوي المشكله ان من نوصل للنووي، للي يذكر بيسوي فرق السماء والارض، سوينا فرق اخر مره. خلاص بحط هذا، محتاج كميه كهرباء كبيره، استهلاك عالي عندي. اهم شيء لحظه الشبكه كلها موصله في بعض، ايه موصلين في بعض. الحين اللي ابغى اسويه بوصلهم مترو، يعني هذه اللي بعد يبون تعليم. صح تو نسيت، مدرسة ابتدائية، مدرسة ثانوية، مدرسة ابتدائية ثانية. نجيب المواصلات ونحط مترو، والمترو يكون مكان مزحوم شوي. الطريقة هاي، المترو الثاني بعد أبو مكان شوي مزحوم، المترو الثالث مكان شبه مزحوم يعني، بس ما بالطريقة هاي ولا بالطريقة هالطريقة. اوكي بتعرفون الحين ليش مترو ما عندي فلوس، ومترو عند الجماعة الطيبة، مترو صوب آخر جماعة طيبة يكون هني بهالحول المكان تقريبا. هذا كم مترو صار عندنا؟ ما أخبركم. 1 2 3 4 5، 5 مترو بس ما بيكفينا الخمسة مترو هذا، لا بنحتاج مترو هني حق هاي المدينة. بيت واحد الباقي تحت الأرض ترى. الحين نوصل الشانلز في بعض. ليش تو سلوب؟ تو ستيبا. اوف خلاني اخذ مسافة طويلة والله، هاي طول ظني سفر المترو. ما باهني باهني، تعرفون الحين ليش؟ نبي بهذا هني، وهذا بينزل للي تحته. التكلفة والله عالية مش رخيصة، لكن بينقل وايد ناس. يعني كل أسبوع بيحل أزمة كبيرة عندنا في الس... في ال... في, ال... في توصيل الناس. في غيره هني؟ لا نجيب هذا هني، بعدها نحدد النقاط اللي يمشي عليها المترو. بس هاي اللفة هاي قتلتني، مكلفة بعد وايد، تكلف فلوس. تو ستيب يقول لك، ما يستيب بعد. والحل وياك، حتى لو جبتك هني يعني ما في شيء يضمن انك بتي هني بالضبط. اوف بيبهدلني هاي شكل اليوم. نعم انه بهدلني، مو مشكلة مو مشكلة. قدرنا نوصله. ليش ما يسوي لي نفق تحت السيدة فوق الماي بعد؟ مو بيكون مترو صح؟ اوكي قبل المترو يطلع من هني يمر على المحطات، محطة محطة، يوقف الناس هني نوصلهم. عندنا في اماكن سكنية، اماكن صناعية، اماكن زراعية، اماكن كذا، كل حد له مكان. والنبال الباصات توصلهم
يعني توصلهم للمترو، ومن المترو الجماعة الطيبة هاي يتنقلون وين ما يبون، ياخذون المترو. سيتيزن 700 وشي في الاسبوع الماضي الباص شل، الحين هالاسبوع بنشوف كم المترو بيسوي فرق، لان الباص شغال مع المترو. ف شوف قاعد يبنون الجماعه ولا ما قاعد يبنون؟ لا والله شادين حيلهم يعني، ما مقصرين، يبون جامعه في فلوس، خلنا نحط لهم جامعه. وتعرفون شو نحط لهم؟ بلازا، شي حديقة راهية، نحط لهم هذا بوتيكل ما اعرف منو الى اخره، يعني مهما كان اسمه. ها ما باي بني ما ينحط هذا، حطي هذا هني، ما استغني عن شوية بيوت، عندنا بيوت لان نرفع جيمة الارض. اوه بارك، هذا شكل عجيب، حديقة هاي. يعني اظني كسرت كل شيء في الدنيا. انا هني هل يستوي عندهم حدايق؟ يستوي عندهم هذا؟ شو عندنا لاند مارك نحطيه؟ هذا حطينا، هذا ترانسبورت تاور، برج المواصلات. ها شكله فنان، بس مش هني المكان الصحيح. المكان الصحيح له هني، كيف يغطي مدينتين كاملات؟ بيسوي شوي زحمة، بيسوي مش انه بيسوي، بس مكانه فنان، بيغطي مساحة، يغطي ناس يشوفون العالم. عندنا مشاكل، انا متاكد عندي مشاكل وايد، قد ما اقول اسوي مدينه ثابته اقتصاديا صعب، صعب الصراحه. كم تتوقع ان نقدر نوصلها؟ كم سكان يعني نوصل؟ 100,000، 200,000، 300,000، 400,000، مليون؟ هل ممكن نوصل في اللعبه مليون سكان ولا ما يستوي ولا عادي؟ زين الحين بما ان فتحنا الشارع العام هذا، انا اقول لكم شو بسوي. ابى اطور الشارع، التطوير هذا مش بلاش طبعا، والله اتطور. ها بس هذا اللي في الوسط، بس هذا مسوي زحمه، والله يا ريتنا روما طورة كامل. هاي مشكلة في اللعبة شوي، ما تقدر تطور الشارع الهاوي على راحتك. ممكن انا اكسره كامل ترى واسوي بديل، بس شغلانة شوي، يمكن اسويها في حلقات عقب اذا صدق صدق احتاج انه كان في زحمة. انزين اللي نبغى نسوي اول شي، طلع شارع من الشارع هذا لين الصناعية، الشارع يطلع من الصناعية لوين؟ للشارع العام. ليش؟ لأن زحمة الصناعية التي هني الحين بتحول لها الشارع، الزحمة اللي هني وين بتطلع؟ برد الزحمة قدام، رديت الزحمة هني، دخلتهم مرة ثانية هني زحمة، ما سويت شيء انا، فخلهم على ما هم عليه على هذا الشارع افضل. الحين يلفون دايركت، الحين 4 سيدات تروح سيدة واثنين يمين، صعب ان ترسم. والله حلو شكلها الصراحة، المراوح اللي هي الوينتر بوينز جميلة الصراحة.
هو شو يقول في نونس تو بيك اب ذا ديد. زين خبرونا شو مشكلة الموتى. زين يسدكم ولا بعد تبون؟ اظن هالمنطقة ضخمة 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 يبالها تفيق. وهذه سالفة الزبايل. اوكي ثانك يو كارغو هاربر. ما عندي قطار صح، انا توي استوعب انه ما شفت قطار الحين سكة قطار. ما شفت سكة قطار في المنطقة. معقول انا غفلت عن سكة القطار يوم اخترت الخريطة؟ هي والله غفلت عنها شكلها، غفلت عنها سكة القطار. يا ويلي يا ويلي. على ما اشتغل في الكهرباء في ماي قام يشتغلون الحين يشتغلون ولا كيف؟ not operating. why is not operating؟ خاطر اعرف قلت لكم تستوي زحمة هني تعرفون هاي الناس تبى ترجع الشارع العام. فليش ارجعها من نفس الطريق؟ ليش ما اجيبهم هني وازيد التقاطع هذا؟ في احد بيلف يسار الحين بدل ما تتزاحمون هناك؟ شوفوا لان هاي كلهم يبون ياخذون يوتير. ابى اكنسل الزحمة على الجسر. ف اذا كنسلت اليوتير بتوهق في ناس جاية هني. يو الزحمة يو. خلنا نطور الشوارع الرئيسية. هذا اول شارع ينزل من الجسر ف خلنا نطورهم. اوكي في جسور ثانية بس لازم احل مشكلة الزحمة اللي هني، لان اللي مسوي الزحمة اروم اسوي جسر من هني لين هني. اوكي والغي اليوتيرن هذا الحين. اللي يبي المدينة يقدر. هذا ستريت الهاي واي. لا يوي حتى هذا بلغي على سيدة ستريت لها. في حد يوقف هنا اصلا يسوون زحمة؟ اي يسوون زحمة حق الاشارة هاي. اوكي خلنا نشوف الزحمة الحين كيف تمشي. زحمة خطيرة هاي ممتدة. بس الحين على الأقل لو أن هالشارع زحمة استوى المكان أفضل وايد. ها بلا زعلان في ناس طالعة من بيوتها. ليش education studio؟ حرام عليك يا رجل، حرام عليك. التعليم نازل ثانوية عامة ابتدائية يا ود. اوكي الحين محتاجين صناعة زيادة. الصناعة مو بزيدها هني انا، لا ابى ازيدها هني اقرب للهاي واي. بس هذا ما ينشل على مصنع باور. انا وهكت نفسي شوي مصنع الباور بس ايس فاكتوري. اوكي كثر الايس كثر الايس. اوكي شله من هني. هذا ما بسوي تقاطعات وايد انا، بس خلاص تقاطعات اللي فيه تكفي. هذا مع التقاطع اوكي
اتوقع انه بيكون لا لا، خربته خربته. جبت العيد الحين. اوكي، نستغل المساحة، بس هاي لازم تكون صناعية صناعية، مش مكاتب. بس شو المشكلة؟ وين ابى اي حد يدخلها من هني؟ اوكي، ويطلع. اذا طلع من هني بعدين مقتنع انه بيسوي زحمة في الهاي واي. خلنا نطلع نشوف. اوكي، بنشوف بنشوف. عندنا باور، عندنا باور. زين، خلنا نشوف. نجيب صناعية، نرسمها رسم. لا، رسمها رسم بتوهق. من داخل، من داخل. ما تغطى في شيء، ما تغطى في مي، ما غطيناه. ليش ما تذكروني في الماي؟ سؤال، ذكروني في الماي، دائما انسى اعطيهم ماي. اللي حط الشير يزرع شير وما يسقيه، هذا انا. زين، اللي حطيته بالغلط على فكرة، ما كانت مقصودة بس مشت، كان زين. هذا نبقى مال رينكريشن بعد واحد زيادة. بس افضل وايد من اول مدينة سويناها كزحمة، يعني فرق خرافي. الحين يقدرون يدخلون من هني الصناعية الجديدة، يبنون على طول. اللي يبي يستورد سامان ولا شيء، لان الشاحنات بتدخل عند الدرب هذا، لان الحين ما عندنا قطار. لو كان عندنا قطار يمكن نحصل قطار بوحدة من الخرائط. خلنا نشوف في قطار، شكله ما فيه، ما اشوف نمر اختار انا. ها، لحظة 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 لحظة، هذا الاختار وراي، هذا هو وراي الاختار. يا عيني، موجود اختار. بنسوي صناعية ثانية هني بعد على الهاي واي. عندنا المكان كامل نقدر نبنيه. انا مستعجل، هذا الهاي واي هذا مصيبة. كل هالناس وما عندي عمال. مو بالحين، اوكي، بنبني هني بيوت. ها، كل بيوت راح يستوي. كل بس ابوهم يوصلون صناعية قريب، فبخربها. لا 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 لا، اذا خربت هني عالم بدق يوتيرن. خلهم يروحون بعيد شوي، مو مشكلة. ما يتمون يدقون يوتيرن كالعادة، كلش كلفة يدقون يوتيرن. والله يذون العالم. طب مسحته لانه ما كان 100% سيده. ليش ابغى 100% سيده؟ على اساس ما يخرب المربعات مالي. هي تخترب شوي، ما عليه، بس قدر الامكان. يعني كل ما يكون الشارع افضل. شو الاكيوبايد هني؟ شو اللي ماخذ المساحة؟ سؤال. بنوصل للشارع هذا اللي مسوي الزحمة الدنيا كلها. اوكي، الناس قامت تستعمل الشارع من الزحمة. والله سيدة هني للصناعية. زين اني سويت شوارع كبيرة، ولكن اتوهق شوارع الخارجية. بكبرهم الحين عند الصناعية هناك، بسوي شوارع ست لينات. هذا الشارع وين يروح يرد؟ انت اقول لك تعال بخربك، ان شاء الله ما يخترب. يعني ان شاء الله ما يخترب. مش
المشكلة ردي الناس يوقفون، وأنا ما بقعد أعاني من وقفات الناس. أروم بين الجسر فوقهم؟ لا of course not. شو رأيكم في الفكرة؟ جبت العيد ولا لا؟ والله أظن جبت العيد واللي وراه بعد. انتو خلاص 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 زحمون هني شي درب هني، ها شي درب. بس الزحمة مصيبة في هاللعبة، هاي مصيبة. مش هني لازم اوصل القطار من هني لين الصناعية. تعال بحتاجك شارع عود. سامحوني يا أصدقائي بس والله يعني لازم شارع كبير، ما قام يمشي الوضع. الشوارع الصغيرة هاي السكان اللي ساكنين هني سكنوا على الشارع مو مشكلة. خليكم عندكم دكاكين بينكم وبين الربع. أعطى صناعية من الآخر. انزين بخصوص المنطقة هاي نبه. يا الله على المزاب اللي هنا، سيارات الزبالة اللي هنا بروح أظني طكة. أظني مش أظني شو طكة يا طلع لكم مخارج. أنا الجسور الحين حديث. أي والله في زحمة هني، كانوا ما يستعملونهم. والله شي زحمة، توقعت ما في زحمة اصلا. اول شي سويته مد ماي، تعبت وانا ما عنده ماي العالم. ما سويت شارع ما حطي فيه ماي، ما سويت شارع ما حطي فيه ماي. فتعال مرة نحطي ماي اول شي. زين ذكرتوني جزاكم الله خير. زين هذا يبغى له ماي. الحين شو سوينا؟ الحين سوينا مدينة سكنية، ما مطول اكثر. بنشوف الحلقه الجايه بنحط شغلات ثانيه، بنكمل الصناعيه ومدينه الصناعيه، بنحاول نستغل المكان لاقصى درجه ممكنه. كثافه عاليه، كل كثافه عاليه. اتصور الحلقه الجايه بنقدر نطلع النووي اذا قدرنا، يعني بنسوي الحلقه الجايه ان شاء الله. فتابعوا الحلقه الجايه ان شاء الله، بتيكم قريب.